مرحبا أرشلان، أهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون عن موقع تصوير مسلسل حب الأعمى وكمان فيلم أجنبي تصور هون بإسطنبول. أنا قبل مرة عملت عن مسلسل حب الأعمى أكثر من موقع فاكتشفت أنه في مواقع تانية، قلت ليش حتى ما أعمل فيديو تاني. بالنسبة للحب الأعمى في موقعين، الأول هلا رح ورجيكم إياه والثاني اللي هو الخان. هذا الخان مثل سوق هلا حتشوفوه. على كل حال تصور في مسلسل حب الأعمى نيهان، لقطة نيهان، وكمان رح أحط لكم إياه هون، بالإضافة لفيلم أجنبي اسمه سكاي فول من سلسلة أفلام جيمس بوند المشهورة اللي تصور ب 2012 هون بإسطنبول، كمان صوروا بنفس الخان هذا. كثير متحمسة للفيديو لأنه ما شفت حدا مصور هذا الخان قبل مرة، غير هيك أنا راح عليه قبل 4 سنين، فلهذا السبب عرفته دغري يعني لما طلع بالمسلسل. المهم خليكم مع الفيديو، بس لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا القناة لو أنتم جداد. يلا خلينا نبلش. هلا وصلت على المكان اللي أنا بدي إياه. شايفين هذا الحيط كله مرسوم عليه؟ هلا حصور لكم. لو تعرفوا قديش فتلت لحتى لقيت هذا الحيط فتلت اسطنبول كلها يمكن، بس المكان كتير حلو مثل ما شايفين. تعالوا، هذا هو الحيط. يمكن اللي اكيد اللي بيعرف المسلسل شاف المسلسل بيعرف انه قديه في ذكريات لنيهان وكمال كانوا يلتقوا هون، وكمان اللقطة اللي كان عم يبكي فيها كمال اللي هو بوراك كمان كانت على هذا الحيط. بس طبعا شوفوا قديش متغير، يعني راسمين عليه بالاول كان يعني مو مرسوم عليه، وقتها كتب اسمها نيهان وقعد يمسحها وهيك. المهم اللقطة رح احط لكم اياها انا. بس الرسومات كتير حلوة على فكرة، صح؟ لآخر الشارع هذا كله يا طريق مرسوم، ونحن نظن انه في فيلا ومسكر الطريق. بس المنظر بياخذ العقل. لورجيكم المنظر، شوفوا هنيك، هنيك البحر، منظر كتير حلو، بس انه في هذا الاخضر فمو مبين كتير. شايفين اللقطة اللي مشهورة حكيت لكم عنها لما بيقعد كمال يبكي؟ فهي كانت بالليل مصورينها، بس اكيد ما رح ابقى لليلة انا. بس عن جد عن جد الحيط كتير عجبني، حتى تصوير التيك توك، هدول مصوروا تيك توك وهيك كتير حلو عن جد، كله رسومات وهيك حبيته، في فن يعني عن جد. بس هيك هذا هو. ما بعرف، حابين نروح نزور الفيلا اللي هني بلقى مصورين فيها شي مسلسل. عم امزح على التلفزيون. بس كلمة نيهان بحال وقتها ممسوحة طبعا بعد هالرسومات بعد هالفيلا. بس هيك، وهلا ننتقل للموقع اللي بعده. وهلا وصلنا على الخان بيب والدهان او خان الوالده، هلا اللي هون طلعه، وكمان رح احط لكم اللقطات بالمسلسل وقت كمال ونيهان دخلوا من هي الدخله، وكمان بنفس الوقت اللقطات في مسلسل الفيلم الاجنبي كمان كانت من هون. فيلا
هذا الخان بنى بقرار من السلطانة كوسم قبل 400 سنة، لأنه بهذيك الفترة كان في تجار كتير يجوا من برا مشان التجارة، السجاد والحرير وإلى آخره، فكانوا حتى يأمنوا لهم مكان لحتى يقعدوا فيه ويحطوا بضاعتهم، فكانوا يعملوا خانات كبيرة، حتى في أكثر من خان، هذا واحد منهم بس هذا يعتبر الأكبر بينهم. فانبنى هذا الخان وكان أكثر التجار اللي يجوا هن الإيرانيين، حتى هون بنوا جامع بقلب هذا الخان ولحد هلأ بيجوا. كان بيودي انه يطلع على السطح، بس السطح ممنوع يطلع، وهن اساسا صوروا المقطع هنيك، المقطع من الفيلم ومن مسلسل حب الاعمى صوروه هنيك. فهذا المكان معروف بالنسبه للاجانب وبالنسبه للاتراك. هذا الخان كان يجوا عليه كثير سياح لحتى يطلع لفوق على السطح ويتصوروا، لان المنظر من فوق منظر فينا نقول خيالي ما بينتسى. فأنا طلعت لهنيك، بس هذا أول ما إجيت على تركيا من زمان، يعني تقريبا شيء 4 سنين. فعن جد يعني لما شفت المقطع بالمسلسل دغري تذكرت إنه الموقع التصوير هو بالخان نفس اللي رحت له من 4 سنين. تخيلوا ليش معلق بذاكرتي، لأنه عن جد الأطلال من فوق روعة. منعوها مثل ما قلت لكم، لأنه دائما كانوا يجوا شباب وهيك يقعدوا ينطوا على الأبواب اللي موجودة، مثل هاي الأبواب اللي شايفينها هاي اللي فوق، كان يردوا يعملوا صور وحركات، يعني وهن عم يرتفعوا لفوق وهيك. احط لكم بعض الصور اللي كانوا يتصوروها يعني بطريقه. فشو صار؟ انكسرت، نزلت هيك مثل حجره من القبه فوق، فهالشيء زعجهم للاتراك، فصار يغردوا على تويتر كثير ويقولوا انه هذا يعتبر شيء كثير مهم لازم نحافظ عليه وهيك. فطلبوا انه يمنعوا الناس تطلع فوق على السطح، فلهذا السبب بظن انه منعوا. باب السطح هو هذا، شايفين باب السطح هو هذا بس ممنوع. وهون كمان صوروا، حط لكم اللقطة على كل حال لما دخل نيهان ودخلت نيهان كمان من هذا الباب. على كل حال انا رح اروح على الكافيه مره ثانيه، وكافيه في كافيه قريبي هون تقريبا المنظر نفس الشيء، فهيك المنظر من فوق عم يكون المنظر كثير خيالي. وما في الدخول يعني، كان يعني اجره شيء بسيط كثير كثير، بس مع الاسف ما في كافيه. كان نشوف شو في هون. هلا قدرت اطلع لهم مثل ما شايفين، بس عم قلي لا تدعسي هون احتمال ممكن توقع لانه كثير قديم مثل ما حكيت لكم. اينا فمثل ما شايفين المنظر قديش حلو، بس انا هدفي انه اروح لهذيك الجهه، المنظر كثير حلو من هنيك. فشوفوا تقريبا كل اسطنبول مبينه عليكم، وتصوير مسلسل حب الاعمى صار على الطرف الثاني. فهلا عم يحكي لي انه ممكن ياخذ لي اذن واقدر اروح على الطرف الثاني لنشوف. Gerçekten haklıymışsın. Burası inanılmaz. Şufu kif hon. Dahi ki hanzeli şuay şuay. Tamam. Şuraya bas. Tamam. Ben kütür bhab الأماكن القديمة. Kütür kütür. هلا نشوف رح نقدر نطلع لفوق على الطرف محل ما صوروا الفيلم والمسلسل. هلا
O demin gitti, o arkadaşı dükkanı. Hani gitti ya. Aa, okey. فهي هي الكافيه. شايفين قديش قديم هيك الحيطان كيف؟ شوفوا. اها. طلعت على البرندة هلا لحتى اصور لكم المنظر. تشكر الدرن. شوفوا طبعا السطح صاير هون بيبين المكان احلى من هيك، بس شوفوا كيف هي كلياتها خانات. شوفوا مثل ما شايفين. هلا انا لما طلعت من الخان دغري شفت بوشي سوق المصري، انه هون الاسواق كلياتها جنب بعض، فحبيت اعمل هيك جوله صغيره بالسوق المصري لحتى تشوفوه. مثل ما شايفين ما في كثير زحمه. هلا الزحمه بتكون بجراند بازار اللي هو السوق المسكر. ممكن اعمل لكم فيه جوله شي يوم، بس شوفوا قد كيوت حلو. هيك بكون وصلت لنهاية الفيديو. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستمتعتوا، فلا تنسوا تعملوا لايك وشوفكم فيديو تاني.